أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم أكل القنفذ؟ لأنه يوجد عندنا في المغرب من يأكله بدعوى منافعه الصحية. فيه خلاف، القنفذ فيه خلاف، والثعلب فيهما خلاف. المالكية أوسع الناس في الأطعمة، يبيحون أكل القنفذ وأكل حتى أظن الحمر الأهلية يبيحونها، فهم ويستدلون بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فهم من أوسع الناس في الأطعمة، والحنفية أوسع الناس في الأشربة، الحنفية أوسع الناس في الأشربة، ولذلك يبيحون النبيذ. نعم.